السلام عليكم. كيف تعيش الغزلان في صحارين وهي لا تجد الماء ولا تشرب لو قطرة واحدة، وتبقى حية لا تموت في لهيب الصيف وجفافه، حتى وهي تقطع المسافات في كثبان رمال بلا مستنقعات، وفي توقيت لا تهطل فيه الأمطار فلا تجد مصادر مياه سطحية ولا ينقل إليها الماء؟ سؤال يتردد باستمرار بعد التوسع في المحميات الطبيعية، وبخاصة المحميات الملكية التي تطلق الغزلان في مساحاتها الشاسعة. سآتي بإجابتين، الأولى تقليدية والأخرى علمية، قد تدفعك إلى التأمل فيما وهب الله سبحانه للمخلوقات من قدرات فريدة لا تقارن بقدرات البشر، وقد تتحفز بعدها مستحضرا معاني أو تفسير الآيات القرآنية الدالة على عظمة خلقه عز وجل. لو سألت أحد الأجداد ممن سبق وتعايش مع بيئته البرية قبل انقراض الغزلان عندنا من مساحات واسعة، كيف تعيش الغزلان في صحاري جافة بدون شرب الماء؟ لقال أن الظبا أو الغزلان من الجوازي، والمفرد الجازي، ومعنى الجازي باختصار هي التي تكتفي عن شرب الماء بما تجد من سوائل قليلة في نباتات رطبة تأكلها. إنما في دراسة علمية أجريت تجربة على مجموعات من غزلان الريم بقيت مأسورة في حظائر طوال فترة 4 أشهر، وتعطى يوميا الغذاء بكميات من البرسيم الجاف وأيضا الماء، لكن منها مجموعة كان يقلل من حصتها من العلف والماء على فترات بالتدريج حتى بلغ حد الكفاف. ثم في النهاية أجريت عمليات تشريح لأجسام هذه الغزلان، وتبين أن التي تناقص عليها الغذاء والماء حدث أن الأعضاء الداخلية من أجسامها كالكبد والقلب قد ضمرت أو صغرت أحجامها، وهذا أدى إلى تقليل ما تحتاجه من الأكسجين، وبالتالي تقليل التبخر من عملية التنفس، أي أنها تكيفت مع نقص الغذاء والماء بتقليل فقد السوائل أو الرطوبة من الجسم. كما تلجأ الظبا في تعايش مع جفاف البيئة الصحراوية إلى تقليل الحركة نهارا لتحد من فقد السوائل، فتلوذ إذا اشتدت عليها حرارة الشمس إلى ظل الأشجار، وتعوض ذلك بأن ترعى وقت انخفاض درجات الحرارة خلال الليل، خاصة في الليالي القمرية، وهي تستدل بفطرتها على النباتات أو الأعشاب العصيرية أو الرطبة التي تستمد منها السوائل والغذاء معا. هذا فضلا عن أن هناك عوامل أخرى تساعدها على التكيف، مثل درجة حرارة الجسم وجفاف الفضلات وألوانها الفاتحة أو البيضاء العاكسة لأشعة الشمس كالمها العربي. لعلك وجدت في هذا الفيديو مزجا شعبيا علميا بين معنى الكلمة التقليدية وهي الجازي والجوازي، وبين التفسير العلمي لقدرات واحد من الظباء أو الظلفيات التي تعيش وتتكيف مع البيئة الصحراوية في المملكة وغيرها، علما بأن التكيف والقدرة على تحمل الجفاف يشمل ظبي الريم الذي يسمى أيضا غزال الرمال، وظبي الإدمي الذي يسمى أيضا غزال الجبل، والمها العربي الذي يسمى أيضا الوضيحي. بينما الوعول ساكنة الجبال تحتاج إلى شرب الماء ولا تعيش بدونه. أختم بالإشارة إلى أنك قد تسمع أو تشاهد صورا لنفوق غزلان كانت قادمة من مراكز أو حظائر الإكثار، حيث تعلف وتسقى وتجد عناية بيطرية، لكن بعد أن تطلق في البرية يحدث لبعضها صدمة البيئة الجديدة التي لم تنشأ فيها وتنفق، وهذا من الخسائر المتوقعة، إنما تبقى أعداد منها لتعيش بفطرتها متحملة البيئة الصحراوية وتتكيف معها، ثم تتوالد وتنشأ منها سلالات أو أجيال قوية تصبح جوازي بامتياز، ثم تنتشر في صحارينا المحمية كأحد مكونات تراثنا الطبيعي الذي فقدناه سابقا، وستعود مع غيرها تتكاثر مع تنامي أشجار الظل والغطاء النباتي الذي سيكون بإذن الله بعد الحماية أجمل وأغنى وأفضل مما نتصور وأكثر منفعة لنا في المستقبل
بفوائد بيئية وصحية واقتصادية وسياحية.